السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. أنا كنت بحضر خطبة عن الانتحار فوجدت حديث. ها؟ كنت بحضر خطبة عن خطورة الانتحار والأمور. إيه. فوجدت حديث وتعرضت ليه، من ضرب يعني كرامة للإنسان، من ضرب عبدا ضربناه. من جلد عبده. من ضرب عبدا ضربناه، ومن جلد عبدا جلدناه، ومن قتل عبدا قتلناه. هل الحديث صحيح؟ لا، بهذا اللفظ لا يثبت. طيب بأي ألفاظ يثبت؟ في يعني ورد اللفظ إن من قذف عبده وهو مظلوم في الدنيا، من قذف عبده وهو مظلوم في الدنيا أقيم عليه الحد يوم القيامة، لكن أحتاج مراجعته. تفضل. طيب تمام، لكن الحديث باللفظ اللي انا ذكرته لا يصح. لا تذكره. نعم. لا تذكره في الخطبه. نعم.